تفاجئ شركة أبل العالم بجهاز جديد يراقب مستويات السكر في الدم. الأمر قد يكون حقيقياً وتؤكده وكالة بلومبرغ الأمريكية في تقرير لها بحسب معلومات من داخل الشركة حول اختبار سري لتطبيق يراقب مستوى السكر في الدم. مقدمات السكري أو مرحلة ما قبل السكري هي ما تهم الشركة، فالاختبار موجه إلى هذه المرحلة على وجه الخصوص لمعرفة إمكانية الإصابة بالسكري من عدمها. وبحسب بلومبرغ فإن التطبيق موضع الدراسة يهدف إلى استكشاف الاستخدامات المحتملة لبيانات نسبة السكر في الدم والأدوات التي يمكن للشركة أن تقدمها للمستهلكين في هذا الإطار. ويؤكد تقرير بلومبرغ أن أبل ليس لديها خطط لإطلاق التطبيق، لكنها قد تقوم في نهاية المطاف بدمج التكنولوجيا في منتجات صحية مستقبلية، بما في ذلك متتبع الجلوكوز غير الجراحي الذي كانت تطوره لأكثر من عقد من الزمان. ولا يعد استخدام أبل للموظفين في اختبار تطبيقاتها أمرا جديدا، فقد اتخذت الشركة مسارا مشابها مع مساعد السمع وميزات اكتشاف انقطاع النفس أثناء النوم.